وفي دبي أيضا اجتمعت 13 فرقة كي بوب كورية بحفل كبير قدموا فيه عرض غنائي مشترك في أوتزم روكس أرينا، ومن بينهم فرقة إكزو وسوبر جونيور. اللي حب قائد الفرقة ليتوك يحيي الجمهور باللغة العربية، والتفاصيل في تراكينج ستوري نمبر 2. وحماس ليتوك للتحدث بالعربية بدأ معاه من البرس كونفرنس اللي انعمل قبل الحفل بيوم. دبي مستر كايرا مستر، بس هو ما كان حافظ كل هالكلمات وشفناه يستخدم جوجل ترانسليت. السلام عليكم. والعربي كمل مع إين يوك اللي من نفس الفرقة لما دخل كلمة السلام عليكم بالراب. فعبر بالإنجليش عن سعادته بالجمهور وكان محضر كلمة كتبها على ورقة. وهالتفاعل كان مع كل الفرق اللي لهم جمهور كبير في الوطن العربي. وهيو يون من فرقة Girls Generation اكتشفت هالشهرة من السوشيال ميديا. والمفاجأة بهالحفلة كانت مع أغنية Stay With Me لمسلسل Goblin اللي غناها تين يول من فرقة إكزو مع ويندي من Girls Generation. ومن Girls Generation قدمت تيون أغنية I ويونا أغنية When the Wind Blow. أما السوبر جونيور اللي كان كل الجمهور منتظرينهم فأكيد غنوا أشهر أغانيهم مثل Sorry Sorry, Black Suit والDevil. ولعوا الأجواء بأغنية Power واللي شاركهم الجمهور بغنائها. ومن الفرق اللي قدموا عروضهم أيضا فرقة شايني وNCT Dream FX وRed Velvet وTVXQ. من ضمن أغانيهم كانت Under My Skin. وكسولو شفنا كانتا بوا وهنري اللي عزف على البيانو والكمان وطلب من الجمهور يغنون معاه أغنية It's You من مسلسل While You Were Sleeping. وبنهاية الحفل اجتمعوا كلهم بأغنية هوب ولبسوا نفس التيشيرت وصاروا يصورون الجمهور. دي مش المرة الأولى اللي بيجتمعوا فيها وبيقدموا هالأغنية، فسبق وغنوها بحفلهم بسيول وطوكيو. بس أكتر شيء كان ملفت هو إنه كل الأغاني اللي قدموها كانت مترجمة على المسرح باللغة العربية، وهيك لحتى الناس يتفاعلوا معها أكتر. على كل حال سواء كانت مترجمة أو لا، الفرق الكورية قدرت تحقق شعبية واسعة في كل أنحاء العالم.